فعلى سبيل المثال يعني لو نتكلم عن موضوع كيفية معالجة الأمور بالسياسة، يقال بأن أحد المشايخ، وهو المشايخ المؤثرين يعني في البلاد، جاء إلى الإمام في هذه القلعة، قال له، يقول له أنه الناس يقول غير راضين عنك لأنك أنت مستخدم العساكر الذين حولك في القلعة من جماعتك من بني رواحة من عبس فقط، ولم تستخدم من القبائل الأخرى. وكان مع الشيخ هذا، الشيخ هذا استعان بالشيخ سليمان الباروني حتى يعني يساعده على الإمام. فالإمام استمع لكلام الرجل، وكان الشيخ الباروني قبل لا يجي إلى عمان وهو في ليبيا، كان سامع بأن الإمام الخليلي بالإضافة إلى علمه وإلى يعني أيضا رفقه وكذا، هو أيضا صاحب دهاء. فجمع هذا الشيخ وتقدم أيضا بكلام للإمام، وقال أن هذا كلام الشيخ، وحقيقة كلامه معقول، فأنا أيضا أرجو منك كما يرجو هو منك. قال طيب، وجه الإمام كلامه للشيخ، قال له أنت ابقى هنا وجيب جماعتك، خلهم يكونوا عسكر وانت تبقى معهم هنا، وانتهى وانهى الكلام. فالرجل يعني أصيب بدهشة، كيف يستطيع يبقى في القلعة ويجيب جماعته ويرجع بلاده يعني رجال ويرتاح؟ بقى هو والشيخ سليمان البهروني. قال للشيخ سليمان البهروني، والله نجيت معك والرجال استجاب، لكن أنا هذه الدهة اللي سمعت عنه اليوم شفته فعلا، الآن وضعك الرجل في موقف أنت لا تحسد عليه، يا أما أنك تقبل بأن يكونوا عسكر الإمام هم من موجودين حاليا، أو أنك تقبل وتجي وتجلس هنا تجلس مكان الإمام وتجيب العسكر وتجيب عسكرك. قال له أنا طيب، أنا أريد أخرج من هذه الورطة، كما دخل فيها أرجو أنك تساعد على الخروج منها. فرجع الشيخ سليمان إلى الإمام وقال له، موضوع أنه يقول هذا ينتهي مثل ما كان سابقا، يبقى عسكرك معك وهذا الرجال يروح، وما يريد عسكر آخرين معك، فانتهيت على هذه الحالة.